كورونا المتحورة تنتشر في 60 دولة، هذا ما كشفته تقارير طبية ورسمية حول العالم من بينها دول عربية. فمساء أمس مثلا أعلنت دولة الكويت دخول السلالة الجديدة إلى البلاد بعد رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة. وقالت وزارة الصحة إنه وفور اكتشاف الحالتين تم تطبيق إجراءات العزل الصحي. يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من إعلان المغرب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المتحورة، في وقت يزداد فيه القلق وينذر بتفاقم الأوضاع الصحية في عدد من البلدان العربية، بعد أن استبشر الناس أملا بسيطا مع بدء توزيع اللقاحات حول العالم. وهنا تحدث مراقبون وخبراء صحيون عن سباق يجري بين حملات التلقيح وبين الانتشار المتسارع للسلالة الجديدة من جهة، وبين تخوف من إغلاق شامل يعيد للأذهان ما حصل في التوقيت نفسه من العام الماضي تقريبا. إذن كان للمغردين على موقع تويتر أيضا آراءهم، سوف نقرأ هذه التغريدات التي تحدثت عن انتشار السلالة الجديدة، والبداية مع دانا الحقان التي كتبت: السلالة الجديدة أو كيف نتفاعل مع هذه السلالة متروك لنا، يجب أن نحارب بذكاء وأن نتعاون ونحمي أنفسنا وبعضنا البعض بشكل أفضل ونلتزم حتى ننتصر. أما عباس فكتب في تغريدته: انتبهوا، المصابتان من الكويت كانت فحوصهما سلبية عند الإقلاع، وعند الوصول كانت إيجابية، لهذا السبب يجب إجراء الفحوصات قبل موعد قريب من السفر. وأخيرا تعليق اخترناه لكم لكريم الهاني الذي قال فيه: السلالة الجديدة ليست أكثر خطورة من فيروس كورونا على مستوى نسبة الفتك، لكن القلق يكمن في سرعة انتشارها. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط رئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية دكتور جمال البوزيدي. أهلا بك دكتور عبر شاشة سكاي نيوز عربية. إذن أبدأ معك بسؤال بسيط، هل هذه السلالة هي أكثر فتكا كما يشاع أم أنها فقط أكثر انتشارا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين، تحية لكم ولكل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية التي لها باع طويل وسمعة رائعة عبر العالم العربي. حاليا فعلا أنه يقع انشغال الرأي العام العربي والشأن العام الدولي بهذه السلالة الجديدة التي ظهرت في ثلاثة مناطق، ألا وهي المملكة المتحدة، جمهورية جنوب أفريقيا والبرازيل. وهذه السلالات معروف أنه جميع الفيروسات تعرف طفرات جينية، هذه الطفرات الجينية تكثر كثيرا عندما يكون هناك حركة كبيرة للفيروس، وهذه الدول ليس بالصدفة أنها لم تكن هناك إجراءات احترازية وإجراءات احترازية قوية وكبيرة، وبالتالي كانت هذه الطفرات الجينية التي أنتجت لنا هذه السلالات. هذه السلالة حسب الدراسة الأولية والمعروفة جدا أنه كما قال جاء في التصريحات التي سبقت تدخلي أنها أكثر انتشارا، لأنه السلالة الإنجليزية أكثر انتشارا بنسبة 70%، بمعنى أن مواطن يعدي أربعة، في حين أنه السلالة الكلاسيكية واحد يعدي 2.5. ويقال على أن السلالة سلالة جنوب إفريقيا هي أكثر انتشارا، ولكن من ناحية الفتك هي أقل، إضافة إلى ذلك أنه نفس التقنيات التي نستعملها من أجل التشخيص هي تستعمل لهذه السلالات، ليس هناك يعني بما أنكم تحدثتم عن التشخيص وقلتم أنها نفس التقنيات ونفس الأساليب المعتمدة للتشخيص الماضي أو لكورونا كوفيد 19 الذي ظهر أواخر عام 2019، دكتور هل الإجراءات التي يجب اتباعها أيضا هي نفسها؟ التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، وضع الكمامة إلى ما هنالك، أو هناك أمور أكثر جدية يجب اعتمادها مع هذه السلالة المتحورة؟ تماما سيدتي الفاضلة، لقد أصبتم في سؤالكم وضمن سؤالكم الجواب. يبقى إلى حد إلى أن نصل إلى المناعة القاطع، يبقى الإجراءات الفعالة جدا هي الإجراءات التي استعملتها الدول الناجحة في هذا المجال مسبقا، وهي أولا في هذه المرحلة
مراقبة الحدود بشكل كبير ومراقبة كل الوافدين على الدول وخاصة الدول العربية. في هذا النقطة الأولى والنقطة الأساسية. ثانيا يجب أخذ الناس في الحجر الصحي، لأن كما قال في أحد المغردين أن الشخصين الذين تم تشخيصهما في الكويت كان سلبيين في قبل المغادرة وعند الوصول كان إيجابيين. يجب أن يكون هناك حجر صحي لمدة 14 يوم حتى تظهر آثار أو أعراض هذا المرض. ثانيا وأن نلتزم كشعوب بالإجراءات الاحترازية التي سبق وأشرتم إليها، ألا وهي حمل الكمامة بطريقة صحيحة، أنها يجب أن تأخذ ما بين الأنف والفك الأسفل، ماشي نديرها تحت النيف ولا في جهة أخرى. ثانيا التباعد الاجتماعي متر أو متر ونصف بيني وبين كل مخاطب. ثالثا غسل الأيدي، هذه إجراءات فعالة جدا. ريتما نصل إلى تعميم التطعيم ونصل الى نسبه تتجاوز 60% التي تمكننا من الوصول الى مناعه القطيع. نعم دكتور. رئيس العصبه المغربيه لمحاربه السل والامراض التنفسيه دكتور جمال بوزيدي، شكرا جزيلا لك.